طيب سعادة السفير، أنا طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت بكرة هيكون في اجتماع للجنة إدارة الأزمة الخاصة بتوافر السلع الاستراتيجية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن مش هسأل إطلاقا أكيد عن تفاصيل، ولكن إلى أي مدى الحكومة تستشعر بنتيجة الإجراءات اللي تم اتخاذها من مجلس الوزراء في الأسابيع اللي فاتت أو الأسبوعين اللي فاتوا تحديدا فيما يتعلق بضبط السوق؟ يعني أعتقد أن الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة أسهمت بشكل كبير جدا، وبدأت تؤتي مردودها على الأرض من خلال المنافذ اللي وفرتها الحكومة، أكثر من 8000 منفذ ثابت ومتحرك توفر السلع بأسعار ما قبل الأزمة. يعني لما المواطن يستطيع أن يذهب إلى أي منفذ من هذه المنافذ 8000 على مستوى الجمهورية ويحصل على كيلو الأرز أو كيلو الزيت أو لتر الزيت أو كيلو السكر أو أي من السلع المهمة بالنسبة له، السلع الأساسية بنفس الأسعار التي كان يشتري بها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، أعتقد ده في حد ذاته إنجاز. طبعا المواطن يعني يريد المزيد، يريد أن حتى الأسعار في السلاسل التجارية الشهيرة اللي هو اعتاد أنه يذهب ويشتري منها أو في البقالة أو المحال التجارية القريبة من بيته أن تصل الأسعار أيضا لهذا المستوى. طبعا ده صعب في هذه المرحلة ان احنا يعني نطلب ذلك من هذه السلاسل، لان ليس هناك تسعيرة جبرية وقوى العرض والطلب هي التي تحدد السعر، لكن انت كحكومة تستطيع ان توفر البديل الملائم والمناسب للمواطن. صحيح. ورويدا رويدا مع المزيد يعني مع الوقت السلاسل التجارية ستتجه تدريجيا لتعديل اسعارها عندما تجد أن المواطن لديه بديل مناسب بسعر أقل منها. وأيضا المرحلة دي حنوصل لها مع يعني بداية إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية، مع يعني زوال هذه الأزمة التي ضربت العالم وتؤثر عليه جميعا. عندما تزول هذه الظروف المؤقتة، في النهاية هي ظروف مؤقتة. طيب سيد سفير، هل العالمية يعني هتبدأ في الهدوء؟ طبعا طبعا، كان في تصريح مهم لصدر رئيس مجلس الوزراء من ايام بانه هيكون او في تفكير او دراسه وطلب حتى دراسه من الحكومه والوزراء المعنيين بان فكره مد المعارض حتى ربما قد تكون زي اعلان رمضان تمتد الى ما هو ابعد من الشهر الفضيل حتى يزول هذا الطارئ العارض زي ما حضرتك وصفته. يعني هل بالفعل يعني احنا قريبين من قرار زي ده؟ لان ده هيمثل انفراج الاسر كتير الحقيقه. نحن قريبين جدا، واعتقد ان هذه المعارض الان هناك اتفاق بين كل المنظمين، سواء المعارض التابعه لوزاره التموين او التابعه لجهاز الخدمه المشروعات الوطنيه اللي تابع للقوات المسلحه او لوزاره الداخليه. هناك اتفاق على استمرار هذه المعارض لفتره اضافيه حتى بعد انتهاء شهر رمضان، علشان نعطي المواطن طمانينه ان كل السلع التي يحتاجها لن تقتصر فقط على شهر رمضان، لكن هتكون موجودة بالأسعار المناسبة الملائمة لظروفه المعيشية حتى بعد انتهاء شهر رمضان. وده جزء من السياسات أو القرارات الحكومية اللي تم اتخاذها. في قرار آخر طبعا يتعلق بتبكير موعد صرف العلاوات للموظفين 3 أشهر بدل ما كانت هتتصرف اعتبارا من 1/7، لا اعتبارا من 1/4 ان شاء الله هيبتدي صرف العلاوات الاضافيه. وهتعرفنا ان التكلفه بتاعت التبكير 3 شهور دي 8 مليار. ده 8 مليار للموظفين، ده غير ال 8 مليار او اكثر من 8 مليار بقليل للمعاشات. يعني المعاشات تقريبا تكلفه زيادتها او تبكيرها حوالي 9.5 مليار، وال 8 مليار زي ما حضرتك ذكرت الخاصه بتبكير الثلاث شهور للموظفين، يعني بنتكلم في اجمالا ما يفوق 17 مليار جنيه، مش دولار، 17 مليار جنيه لتكلفه تبكير 3 أشهر فقط. وهذه تكلفه طبعا كبيره على الحكومه وعلى الميزانيه، لكنها تعتبر أقل القليل الذي تستطيع الحكومة أن تقدمه لموظفيها والمواطن علشان نساعده في هذه الظروف غير المسبوقة. يعني هذه الظروف التي يمر بها العالم، يعني من النادر أن تجد ظرف عالمي تتضافر فيه كل العوامل السلبية لما تتضافر هذه العوامل الآن. يعني موجة تضخم عالمية أتت بعد كورونا ثم زادت بسبب الأزمة، ارتفاع أسعار النفط والطاقة، قلة في المعروض من الحبوب والسلع الرئيسية عالميا. فكل هذه الظروف طبعا بتضع ضغوط كبيرة جدا علينا كحكومة أولا
ثم على المواطن، لكن بنحاول قدر الإمكان إن احنا نخفف من عبء هذه الظروف على المواطن. أنا شاكر جدا وجود حضرتك معنا سعادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك.